سؤال آخر يوضح لنا مفهوم الكتلة المولية. بيحكي لك what is the mass of one carbon atom. طالب كتلة ذرة واحدة من الكربون. Find mass of one atom of carbon. حكالك المولر ماس للكربون 12 جرام بيرمول. طيب طالب كتلة واحد ذرة من الكربون وعطاك المولر ماس. طيب بسيطة، بتحكي لي البربط بين الكتلة وعدد الذرات، البربط بين الكتلة اللي هي الماس وعدد الذرات أو عدد المولكيول of number of item اللي هو number of item هو كثير شيء مهم، هو المول. في أي سؤال في هذا الشابتر أو اللي بعده أو اللي بعد اللي بعده في كل الكيمياء، احسب عدد المولات انحلت المشكلة، احسب عدد المولات انحلت المشكلة. كيف مثلا بأسئلة كيرتشوف بالفيزياء 2، احسب التيار هون، احسب عدد المولات. أهم إشي تحسب عدد المولات، حسبت عدد المولات تقدر تروح بأي اتجاه بالدرس اللي بعد هذا واللي بعده، بالشابتر اللي بعد هذا واللي بعده واللي بعد اللي بعده، كل المادة احسب عدد المولات. حسبت عدد المولات كثير بتسهل حالك، كثير بتريح حالك. هاي دائما تذكر لي إياها. نرجع لموضوعنا، إذا نحسب عدد المولات يعني اللي هي الماس على المولر ماس. الماس مجهولة، مولر ماس ما هي ثابت معروف. معروف مضبوط، اللي هي أعطانيها 12 جرام. بدي أحسب number of moles. تحكي number of item اللي هو واحد اتوم، نمبر اوف ايتم ان اللي هي بدي احسبها، فعدد افوكادرو ان ايه اللي هي 6.023، عوض تعويض مباشر دون ما ارجع للقانون اللي هو نمبر اوف ايتم اقصد فيها الاتوم زونا ان في ان ايه اللي هو عدد افوكادرو ان كان احسبه، اللي هي بقسم على معامل ال ان اللي هي عدد افوكادرو بعطيني هذا الرقم 1/6.023³. هو شو طالب تحسب الماس. طالما عرفنا المول كان احسب اللي بده اياه، اي شيء بده اياه ممكن احسب له اياه. تحكي لي الماس ام في ام ايه في ام ام عفوا في المولر ماس. المولر ماس حكينا 12 على 6.023³. دائما تذكر انك تحسب عدد المولات، احسب عدد المولات. هيك هو السؤال، يعني بصيغه اخرى تقدر تصيغ السؤال احسب لي عدد المولات، بعدين شو ما بده يطلب يعني ما فيها مشكله. طيب هسه في شغله بدنا نعرفها، انه يعطيك مثلا عدد مولات لذرات ويطلب يعطيك مثلا الكتلة المولية لذرات، يطلب الكتلة المولية للمركب كامل. يعني مثال عليه بيحكي لك find مولر ماس واحد H2O. بيحكي لك اذا كانت المولر ماس للH واحد والمولر ماس للO 16، احسب المولر ماس للH2O كامل. تحكي العادي، تحكي الاثنين ضرب واحد، عندك اثنين H بالكتلة المولية للH، اثنين في واحد زائد عندك واحد O بالكتلة المولية للO
16 و2 18. مثال اخر، يعني بشوف كم ذرة او عندي، كم ذرة او عندي، 1 1 ب 16 16 زائد 2 ب 1 18 CaCO3. بحكي لك المولر ماس للسي اي اللي هي 40، والمولر ماس للسي 12، والمولر ماس للاو 16. طيب عادي تحكي لي عندي 1 سي اي 40 بواحد زائد 1 ب 12 هي 1 ب 12، 12 هي الكتلة المولية للسي الكربون، زائد 3 3 هاي من 3 ل او ب 16. 40 زائد 12 زائد 48 هذول 60، 100 يطلع 100. طب لو حكي لك في مثال اخر لما ركب اصعب شوي، وطبعا نفس النمط يعني كله مش ما بده الذكاء العظيم، حكي لك لل CuSO4 نفس السؤال بس طالب لل CuSO4 6H2O 6H2O. بتحكي لي عندك 1 CU، طبعا لازم يعطيني المولر ماس للCU 63، المولر ماس للS اللي هي 32، وعندك الH اللي هي 1، والO 16. تمام، تحكي لي عندك 1 CU، عندك 1 CU، 1 CU قديش؟ 63 زائد S، كم S عندي؟ عندي S واحدة، 1 ب 32 زائد كم O عندي؟ شوف كيف أنا حاب أستخدم الطريقة اللي هي بجمع فيها كل الذرات المتشابهة مع بعض. يعني بتحكي لي عندي هون 4 O وعندي 6 بواحد 6 او، عندي 6 او وعندي 4 او، عندي قديش؟ عندي 10 او. ارجع اعيد لك اياها كيف، كم او عندي هون؟ عندي 4 او، هاي واضحه، هاي 4 او واضحه. هاي اذا بتحكي كيف مثلا توزيع الضرب على الجمع 2 اكس زائد واي، يعني عندك 2 اكس زائد 2 واي، نفس الشيء. هاي هاي نفس الشيء 6 اتش، عفوا 6 اتش 2 و 6 او، يعني 6 ب 16 زائد كم اتش عندي؟ 6 ب 2 قديش؟ 6 ب 2 12، 6 ب 2 12، عندي 6 ذرات الاتش 2 او كامله. هيك حسبها انه عندك 6 عفوا 6 مولكيولز اوف اتش 2 او، وكل واحد مولكيول اوف اتش 2 او فيه 2 اتش، يعني 6 ب 2 12، 6 يعني 12 ضرب 1 بيطلع الجواب معك 267 جرام بير مول. كمان سؤال عن الموضوع عشان نعزز الفهم، يكون الموضوع ان شاء الله وصل. بحكي لك find number of molecule in 30 جرام CaCO3، find number of molecule in 30 جرام CaCO3. شو عايزين نحسب اول شيء؟
عدد المولات. طب ليش نحسب عدد المولات؟ لأنه أصلا القانون بيحكي لك number of molecule number، لا عفوا، لأن السؤال هو الطالب تحسب عدد لا هو السؤال طالب number of molecule، آسف number of molecules بيحكي لك number of items أو number of molecules أن في عن إيه؟ هذا معروف ثابت وهذا مطلوب، بدي أحسب له أن أن تيجي من الماس على المولر ماس، ماس على المولر ماس، مولر ماس 30 جرام. حسبنا سي اس او 3 كان معنا المولر ماس للسي اي سي او 3 كان معنا 100 جرام لكل مول، حسبناها بالسؤال السابق. هيو هيو حسبنا سي اس او 3 طلع معنا 100، تعود هون تعود مباشر 100 طلع معك ان اللي هي 0.3. هاي ايش؟ هاي عدد المولات. ترجع تحكي لي نمبر of molecules 3 بالعشرة في لو عدد أفوكادرو ان ايه اللي هي 3 بالعشرة بصفر عفوا بستة فاصل صفر اثنين ثلاثة عشرة قوة 23. اذا دائما نحسب عدد المولات، دائما احسب عدد المولات، دائما وابدا احسب عدد المولات. تذكر تحسب ان هو هذا اهم شيء لازم نحسبه طول الشابتر هذا والشابتر اللي بعدها الشابترات اللي بعد، اللي هو ان احسب ان تقدر تحسب اللي بدك اياه، اللي طالبه ولا مش طالبه تقدر تحسب ان. يعني صيغه اخرى، كثير من الاحيان ما حيطلب السؤال تحسب ان، لكن عشان تقدر تحل السؤال تقدر تمشي بالسؤال